الحكومة فرحانة بيها، بس اللي فاهمين بيحذروا منها، والغريب ان مسؤول كبير في البلد طلع اعترف وقال اننا بسببها اتعلمنا الدرس 3 مرات مش مرة واحدة. فيا ترى ايه الحكاية؟ انا قايل وليلي كمل معايا الفيديو الاخر عشان تعرف كل التفاصيل. السر كله في الأموال الساخنة أو الهوت ماني، ودي نوع من الاستثمارات السريعة واللي مكسبها كبير بس في نفس الوقت مغامرتها كبيرة. ولو طبقنا الكلام ده على مصر هتلاقي إن اللي بيحصل كالآتي: الحكومة بتطرح سندات خزانة بالدولار، وده علشان تجمع فلوس من المستثمرين الأجانب مقابل الفايدة اللي هياخدوها. وعلشان النوع ده من المستثمرين يحط فلوسه عندك، محتاج حاجة من الاتنين: واحد، إما الاقتصاد بتاعك يبقى قوي ويقدر يسدد الفلوس بفوائدها، أو تكون الفايدة عالية، وده علشان يقبل يحط فلوسه عندك حتى لو الاقتصاد في أزمة. خصوصا ان النوع ده من الاستثمارات جبان، يعني مع اول مشكلة هيسحب الدولارات ويخلع، وده فعلا اللي حصل معانا، واخرها مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وده لما اتسحب من البلد 22 مليار دولار في شهر واحد بس. ده حتى وزير المالية نفسه طلع ساعتها وقال اننا في موضوع الاموال الساخنة ده اتعلمنا الدرس 3 مرات متتالية في 2018 و2020 و2022، وبقت استراتيجية الدولة ان النوع ده من الفلوس ما ينفعش ان احنا نعتمد عليه باي حال من الاحوال، ولو جه اهلا وسهلا، لو ما جاش مش مشكلة، احنا عاوزين نزود الانتاج والتصنيع. اخر حاجة دلوقتي بعد تعويم الجنيه ورفع الفايدة 6% مرة تانية، رجع الاجانب بفلوسهم من تاني علشان يشتروا سندات الخزانة المصرية، خصوصا ان الفايدة عليها عالية جدا وصلت ل 32%. فهل ده كويس؟ في الأول تقدر تعتبره مؤشر على رجوع ثقة الأجانب في اقتصاد مصر، خصوصاً بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار وقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار، كمان وقف السوق السوداء بعد التعويم وتغيير وكالة مودس لتصنيف مصر إلى تصنيف إيجابي، وطبعاً فوق كل ده الفايدة العالية اللي بتقدمها ليهم، لأن حسب الأهرام مصر دلوقتي بتقدم ثالث أعلى عائد على سندات العملة المحلية بين 23 اقتصاد بنفس الظروف. وده اللي خلى خبراء الاقتصاد يتوقعوا زيادة التدفقات الدولارية واللي هتدخل مصر الفترة الجاية، وده عن طريق سندات الخزانة أو الأموال الساخنة، كمان شايفين إنها من أهم الأسباب اللي ساعدت على استقرار سعر الدولار في البنوك، وده بعد الإعلان عن التعويم. لكن هو في نفس الوقت حذروا من عملية الخروج السريع للفلوس دي في أي لحظة، لأن ده لو حصل الجنيه هينهار والدنيا هتقف زي اللي حصل قبل كده. وعلشان كده محمد بدر الخبير المصرفي بيأكد إن الأموال الساخنة من الاستثمارات الجيدة، وده على المدى القصير أو المؤقت لو استخدمناها بشكل صح، لكن ما نقدرش نعتمد عليها لو عاوزين نبني اقتصاد حقيقي. في المقابل بقى مطلوب من الحكومة أنها تركز على الزراعة والصناعة والسياحة، يعني استثمارات دايما تقدر تشيلنا وقت الأزمات، ودلوقتي الدولار في البنك بيسجل حوالي 48 جنيه. الحكومة والبنك المركزي بيأكدوا أن الناس خلاص بدأت تبيع الدولارات اللي معاها لشركات الصرافة والبنوك، وتحويلات المصريين في الخارج راجع تظهر في البنوك من تاني، وده بعد ما كان أغلبها بيروح للسوق السوداء. في النهاية بقى، هل تتوقع أن الحكومة فعلاً اتعلمت الدرس ومش هنقع في فخ الأموال الساخنة للمرة الرابعة؟ طب إيه توقعاتك لسعر الدولار الفترة الجاية؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.